هذا خلاف أخوي يجوز يعني. ولا لا هو خلاف أخوي، بالنسبة لي هو خلاف أخوي. هو إحنا نؤكد على أن أهمية زيارة القدس، وهي ليست تطبيعا، هي زيارة للسجين وليس للسجان. وهو احتقر يعني للأسف هذا المفهوم، ويعني كنت أتمنى لو كان هناك يعني محاججة في الموضوع أكثر منها يعني شيء آخر.